بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وهو أهل الحمد على ما اختاره لهذه الأمة من دينه أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. سوف أقدم إليكم تفسير رؤية الشمعة المضيئة. فتفسير رؤية الشمعة المضيئة في المنام فهي خير وعزة، وهي أخبار سعيدة وطيبة إذا كانت مشتعلة، وهي للأعزب زوجة وللمتزوج ولاية وللجاهل هدايا وللفقير غنى. أما إن كانت ضعيفة الاشتعال فهي دليل الاختياب. أعوذ بالله من أننا نختاب أحدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وأمن، ولا يعلم الغيب إلا الله. جزاكم الله كل خير. اللهم تقبل منا صالح الأعمال منا ومنكم يا أرحم الراحمين يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.